في محفل اللي جعل قصره للعمار ما فيه جزله مثني تعقالها حر على منهجها عقب لحرار ما عدربه تحس الرجال عيالها ترثت شيوخ صيتها هز المدار يا كم دريك ما تعن لها يا كم دريك ما تعن لها بلت فكري في المواقف الكبار تاخذ من بيوت القصيد اجزالها لو اني دمي لثلاث شروح وجوس صدري ما تريح بالها في محفل اللي جعل قصر للعمار وفيه جزلة مثلت عقالها حر على منهج عقب لحرار مع دربه تحث الرجال عيالها مشاري الهس من ملال اسم الكبار نصى شيوخ اعتبه وبدالها شيوخ صيتها هز البدار يا كم تريك ما تعن لها شيخ وله هيبه وله قدر وقار عند الرجال اللي تعد فعلها المدح حقك في طويلنا العمار اللي على الواجب تذر موالها شو المحايا مسرجة تكب المهار اللي ترد البلعلى وبالها لابت فخر فالطيب ما معها جوار تقول كم هو خلق الحالها لو اني دمي لثلاث شروح وجوس صدري ما تريح بالها في محفل اللي جعل قصر للعمار وفيه جزلة بدلت عقالها حر على منهج عقب لحرار مع دربه تحث الرجال عيالها مشاري الهس من ملال اسم الكبار نصى شيوخ اعتبه وبدالها ثلث شيوخ صيتها هز البدار يا كم تري كلمة عن لها شيخ وله هيبة وله قدر وقار عند الرجال اللي تعد فعلها المدح حقك في طويلنا العمار اللي على الواجب تذر موالها شو المحايا مسرجة تكب المهار اللي ترد البلع على وبالها لابت فخر فالطيب ما معها جوار تقول كم هو خلق الحالها شبابنا